بسم الله الرحمن الرحيم. تغريدة وتعليق. لم نجد أي تعليق لجميع هذه الهاشتاجات. في هذه التغريدتين نبحث عن محتوى يخص الأولى ويخص الثانية. نبدأ بالأولى. الآن دعوتني سك، عايز أقول لك عن قصتي. تغريدة مبس تعني زيادة في العلاوة، زيادة في العلاوة و صفحة الموازنة لدخل الشهري أو الأسبوعي. وأما الربع سنوي أو الربع شهري، صفحة موازنة الربع شهري أو الربع سنوي، فهي مسجلة تحت تغريدة كيبس. وفي آخر 5 سنوات مجموع الفترات 20. بقي منها 20 أخرى. وحلمي أوشك أن يتحقق. وقلت لسك هاشتاج ميبس اند كويبس، This is interesting. هذا شيق. اوكي،
الآن أنا أحتاج أو عايز أسمع منك يا سيدك، ماذا عن حلمك؟ وحلمك إيه؟ أنا فهمت إنك في نص الطريق من النهاية، من صالة الوصول destination terminal، فقط 5 سنين أو هاشتاج Q20 QI20، لكن أنا متلهف أسمع منك اللي أنت سميته Story of my dream، قصة حلم، قصة حلمي. وبالطبع هي هاشتاج سونت. تفضل واسمعني يا سك.